عماد عودة لنتأهل إلى كأس العالم بعد 100 عام. بعد الكابتن القدير عماد عودة قال. رأيك؟ أكيد. صعب. بس مو 100 عام محمد. صعب صعب. سهل ويانا شوية. لا صعب. نتأهل فترة يعني كلها. شقد يعني خمس سنين ست سنين عشر سنين صعب. صعب بهذا اللي إحنا الواقع اللي إحنا بيه صعب. بس صاحبك يقول 2030 عشر سنين يونس. حس 10 سنين؟ هي. ميتين احنا 10 سنين. طولة العمر ان شاء الله. يعني مو مع هذا التصريح انت. لا بس احنا صعب هاي الفترة كلها صعب. هذا التصفيات صعب. صعب صعب حتى اللي وراها هم صعب. اها. والله علي اذا هذا حتى تشوفه انت.